عندنا 3 نقاط مهمة دكتور أيمن، مهمة نسمع رأيه فيهم. معدل الإنفاق للسائح إزاي نزوده؟ وطبعا كانت بالنسبة لي مفاجأة إنه كل الهدايا الصغيرة بياخدها السياح بنستوردها من بره، فبالطريقة دي يبقى كأنك يا أبو زيد مغازيل زي ما بنقول. برشلونة إزاي؟ عندهم إيه؟ الناس دي عندها إيه مش عندنا؟ وينفع نعمل إيه مش موجود عشان نوصل لمرحلة البطر دي اللي هي كفى سياح؟ إيه؟ احترام السياح واحترام السائح نعمله إزاي؟ تفضل دكتور. والله يا فندم، هي السياحة لها 4 مقومات. أيوة. إمكانيات طبيعية، نمرة 1. 2 إمكانيات صناعية. 3 بنية أساسية. 4 بشر. كويس. الإمكانيات الطبيعية دي يندرج فيها الشواطئ، يندرج فيها الآثار، يندرج فيها كل ما هو موجود طبيعي، وده موجود على فكرة في أسبانيا وموجود في مصر. يعني وأسبانيا عايشة جزء كبير من تراثها، طبعا مش كله، لكن جزء مهم منه على التراث العربي اللي كان موجود في أسبانيا. لا قول لي، الناس بتروح برشلونة بال 12 مليون في السيزون ليه؟ ما انا بقول لسيادتك الامكانيات الطبيعيه اللي هي داخل فيها الجو، داخل فيها المناخ، داخل فيها البحر، الشواطئ، داخل فيها الاثار. اسبانيا زي ما قلنا عندها زينا عندها اثار، سواء من الفتره العربيه او من فتره ما قبل العربيه او من فتره الحكم الاسباني. ما حضرتك بتقولها هو زينا، يعني في مربعات مشتركه او دوائر مشتركه ما بيننا. ايه الفرق بقى؟ ايه؟ اولا الامكانيات الصناعيه دي اللي هي احنا بنعمل ايه عشان نشجع السياحه. لو بنتكلم على البنية التحتية، وده الحقيقة الشغل اللي عمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من ساعة ما تولى الحكم في البنية التحتية، من أول ما أضاف 7000 كيلومتر للطرق من 2014 لغاية 2023 أو 24، رفع كفاءة 10000 كيلومتر من الطرق، يعني عمل شغل على 17000 كيلو من الطرق. عملنا أو وصلت الشبكة القومية من الطرق ل 31000 كيلومتر، اتعمل شغل على 54% منه. كويس. فعندنا بنية تحتية محترمة. نعم، وده برضو أنا آسف أن أنا بكرر، لكن ده كان يعني بنشوف هجوم يعني شرس وشرير من القنوات المعادية بمنتهى الصراحة على ده. كريه الشعب المصري. نعم، ولكن إحنا لو كنا زمان بنشتكي من أنه الجهات الدولية ساعات بتبقى قاسية علينا. أي. الدليل العملي على أهمية هذا المشروع التقرير اللي كان عامله البنك الدولي، واللي إحنا عرضنا جزء منه، والموجود على جوجل، أي حد ممكن يكتب تكلفة الازدحام في القاهرة الكبرى 2014 باللغة العربية. كانت 8 مليار دولار سنويا في 2010، وكانت مرشحة تبقى 18 مليار دولار أكوردنج للبنك الدولي. أوكي. لو ما كانش هذا البرنامج اتعمل. فده أولا البنية التحتية. الغرف الفندقية احنا عندنا في مصر النهاردة محتاجين زيادة؟ نعم، هو احنا محتاجين زيادة. النهاردة مصر عندها 222 ألف غرفة فندقية. كفاية ولا مش كفاية؟ ما انا هقول لحضرتك، لو جينا ضربناها في 365 ليلة في السنة، يعني اقدر استوعب ليالي سياحية ب 81 مليون ليلة سياحية. طيب الليلة او الغرفة الواحدة بتبقى دبل. أيوة. وبيقعدوا فيها 10 ايام، يعني اقدر اكوموديت من 15 ل 16 مليون سائح سنويا. تمام. احنا وصلنا الى 14.9 مليون سائح في 23. هنا بقى احنا حاليا مصر بتبني، واحنا بنتكلم دلوقتي، 25 ألف غرفة فندقية جديدة تقدر تزود لي الكاباسيتي الى 17 ل 18 مليون سائح سنويا. كويس. هذا الاستثمار طبعا قطاع خاص، هذا الاستثمار استثمار اجنبي، وعشان يستمر ويزيد لازم المستثمر الاجنبي يلاقي ان انا عندي بزنس موديل او نموذج اعمال، هذا النموذج بيبشر بالنمو. بمعنى ان احنا كنا دايما بنشتكي ان السياحه عندنا ايراتيك او متذبذبه. ايوه. من ضمن الحاجات اللي تمنع التذبذب ان يبقى جزء كبير منها سياحه دينيه، زي ما قلنا مسار العائله المقدسه. مع فكره مش بس مسار العائله المقدسه، انا عندي مراقد ال البيت، المشهد الحسيني، عندي السيده زينب. أيوه. عندي السيده نفيسه. نعم. عندي السيده سكين، عندي كل مراقد ال البيت، عندي مراقد الصحابه. نعم. عندنا جبل سانت كاترين، وعندنا جبل التجلي الاعظم، عندنا سياحه دينيه. نعم. في سينا. المكان الوحيد في العالم اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى عليه، وده وفقا للثلاث ديانات السماوية. صحيح. هي شبه جزيرة سيناء في جبل موسى. صحيح. طيب. يبقى احنا كده بنتكلم على ان احنا عندنا دوائر مشتركة كتير ما بيننا وما بين الدول اللي بتروح لها سياحة كتير. فمحتاجين نشوف يا جماعة الناس دي بيروح لها العدد ده كله ليه. الجزء منه دكتور أيمن.